أهلا بيكم. طيب تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل في مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا. يمكن احنا كنا امبارح بنتكلم على تسع سنين من الأداء المصرفي المصري، أين كنا وكيف أصبحنا. يمكن ده التقرير المعلوماتي اللي كان عامله المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، وكان تقرير بالمناسبة هايل جدا وحلو ومختصر ومفيد ومركز إلى أبعد الحدود. مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا قطعت شوط كبير جدا بالمناسبة في مسألة الصناعة، والصناعة مما لا شك فيه، القاصي والداني يعلم، الصناعة هي عصب أي اقتصاد. تاني، الصناعة عصب أي اقتصاد، ومصر اهتمت جدا بالصناعة وكمان بالصناعات التصديرية والمنتجات القابلة دايما للتصدير. طيب تعال نشوف وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الإسكان، إيه اللي حصل؟ الوزيرين الحقيقة، وزير الإنتاج الحربي ووزير الإسكان، راحوا لتفقد مصنع إنتاج للمصانع الكهربائية. إيه هي الحدوتة؟ خلونا معانا على تليفون أستاذ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي. أهلا 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 يا أستاذ محمد. ألو، أهلا بيك يا فندم. إزاي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام خير الحمد لله. إيه الحلاوة اللي إحنا شفناها في الصور اللي إحنا بنتابعها دي؟ الحمد لله، ده نتاج يعني استراتيجية بتتبعها وزارة الإنتاج الحربي منذ سنوات. زي ما حضرتك ذكرت، تقريبا على مدار التسع سنين اللي فاتت شفنا نهضة كبيرة جدا في الصناعة، وخصوصا داخل مصانع الإنتاج الحربي، اللي خليني أكد في البداية طبعا أن مهمتها الرئيسية هي تلبية احتياجات قواتنا المسلحة من الذخيرة والمعدات، وبنستغل طبعا فائض الطاقات الإنتاجية لتعميق المكون المحلي في العديد من الصناعات. النهاردة شفنا زيارة لمصنع مهم جدا، هو مصنع إيجيك، وهو نتاج تعاون ما بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص العربي. خليني أقول لأن ده تعاون ما بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومصنع ثلاث تسعات الحربي مع شركة سعودية متخصصة في المصاعد الكهربائية. منذ 2018 التعاون ده حاصل من خلال مصنع إيجيك، وهي نسبة تعاون 40% من الهيئة القومية للإنتاج الحربي و 60% من القطاع الخاص السعودي. والحقيقة هما بيمتلكوا تكنولوجيا متطورة جدا وعندهم خبرة في هذا المجال بشكل كبير. التعاون قائم على يعني زيادة المكون المحلي ووجود المكون المحلي المصري في المنتج تحديدا في المصاعد. زي ما ذكرت لحضرتك، التعاون ده من 2018 ثماره كانت توريد 4124 مصعد في العاصمة الإدارية الجديدة في العمارات السكنية بالأحياء R1 و R2 R3 و R6 كمان. نسبة المكون المحلي خليني أقول لحضرتك إن هي واصلة حتى الآن ل 43%، وطبعا بتزيد مع زيادة عدد الأدوار. زي ما حضرتك تعلم ان طبعا بيتم استخدام ابواب مختلفه في الادوار، كل ما بيزيد عدد ادوار العمارات، وبالتالي نقدر نقول كمان ان احنا بنوصل ل 55% مع زياده عدد الادوار في المكون المحلي. ايه المستهدف خلال الفتره الجايه؟ ان شاء الله ان احنا نزود المكون المحلي، هيتعدى ان شاء الله ال 80% خلال السنه ونص سنتين بالكثير قوي القادمين. وده يعني مجهود كبير بتقوم به المصانع. خليني كمان اكد على ان الاستثمارات يمكن واصله لما يقرب 500 مليون جنيه مصري، وده رقم كبير جدا في هذا الاستثمار في المصاعد. كمان ان الاسعار تنافسيه للغايه مع يعني المتواجدين في السوق من المصنعين لهذا تفرق تقريبا كم في المية؟ ده سؤال مهم فعلا، كويس ان حضرتك اللي بادرت بالإجابة عليه. تفرق كم في المية عن نظيره المستورد؟ في نظير مستورد اسيوي وفي نظير مستورد اوروبي. مظبوط، يعني خلينا نقول ان هي نسبة تنافسية تليق بان ده يعني يشجع على الاقبال. بالظبط بالظبط، يعني النسبة متفاوتة نظرا طبعا فكرة يعني الماتيريال والدولار واسعار الدولار خلال الفتره اللي فاتت، ولكن خليني أؤكد ان هي نسبه يعني محترمه جدا يفخر بيها كل مصري ومصري باذن الله. طب يمكن هل خلال الفتره
ممكن تبقى الجاية ممكن نعتبرها مرحلة تانية أو مرحلة تالتة، إن إحنا ندخل أيضا في تصنيع المصاعد الكهربائية البانورامية بتاعة الأوتيلات والمولات التجارية، في منها أحجام بتبقى صغيرة جدا اللي بعض الناس طبعا بيستخدموها طبعا. جوه أنا أتمنى بيوتهم يكون في وفيلاتهم صور وما إلى بتعرض، ذلك. أنا مش شايف الشاشة يا أستاذ يوسف، ولكن أتمنى يكون في صور بتعرض من اللي بعتناها بنعرضها النهاردة مع فعلا. الريان. في بالفعل يعني مصاعد تليق جدا وفي نفس المستوى اللي حضرتك بتتكلم فيه، حلو قوي. موجودة بالفعل. طيب ده شيء عظيم، دي خطوه من ضمن خطوات الحقيقه حضراتكم قمتم بيها في وزاره الانتاج الحربي وجزء من المنظومه الصناعيه المصريه. انا بشكركم جدا، يعني كمواطن وكمذيع وكرجل بالتاكيد يخاف على مصلحه بلده ويشجع الصناعه في بلده والتصدير كمان. انا بشكرك جدا استاذ محمد، ربنا يخليك. كل الشكر للاستاذ محمد بكر المستشار الاعلامي لوزاره الانتاج الحربي.